السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ندير لكم طريقه اليوم، طريقه الكفه. كاين بزاف الاخوات اللي قالوا لي الكفه، كانوا يديروا الكفه تخرج لهم موجه، ما تخرج لهمش قد تخرج شويه مايل عوجه. بهالطريقه الكفه هذه جايه شويه هكا، جايه كلوش، ما جايهش جايه ايفازي، جايه عريضه من تحت. بهالطريقه ديروا الكفه. قلت لكم الطريقه تاع هاد الكفه نخدم بها هكا. هاد الكفه الطريقه نتاعها سهله، كي تكملوا تحدوها تخرج لكم هذه جلابه، تخرج لكم قد تخرج لكم الكفه تاعها شابه هكا بهالطريقه. بسم الله، ديروا كفه صغيره هكا بهالطريقه، صغيره هكا ديروها في الاول. هاي تطويو على وحده المبتدئات، هاي تطويو غير على وحده، ما تطويوش على زوج، تطويو على وحده وتدوروا على الجلابه تاعكم ولا الحجاب ولا تدوروا عليه كاع تكملوه وتوليو تعاودوا الزوجه. نبداو بالاولى هاي هكا بهالطريقه صغيره، ما لحقاش مام سنتيم ما لحقاش هكا. طوي وطيه صغيره هكا، ها هي بسم الله هكا. نكملها ندور عليها كاع نكملها هاي بهالطريقه، هاي وحده هكا وحده نبدي هاي. من بعد كي نكمل هاي شوفوا تخرج هكا، من بعد نولي نقلبها هكا بهالطريقه نقلبها. نكمل هذه ندور على الحجاب نتاعي، ندور عليه كاع ونولي وعاود نكملوا نزيدوا الكفه الزوجه بهالطريقه هاي. ها هي كملت الكفه نتاعي الاولى هي بهالطريقه، ها هاك هذه الاولى، هذه الكفه الاولى هي المبتدئات هذه باش تعلموا باش تزيدوا تعلموا. هاي كملت الكفه الاولى، دوك واش نزيد ندير؟ دوك نزيد الزوجه هي بهالطريقه، تزيدوا الزوجه هكا تطويو عاود طيه غير على حسابها، تطويو ما تطويوش، تطويو على حسابها غير على حساب الكفه اللي طويتوها في الاول. هاي نولي نكمل الكفه نتاعي نفس الطريقه الاولى. هكا تمشاو وتسرحوا بهالطريقه دروك، ها هي باش تخرج لكم الكفه مسرحه. تمشاو تجبدوا هكا هكا هاي كملتها بهالطريقة كيما قلت لكم. ديروا الكفة الأولى وتزيدوا الكفة الزوجة هاي هكا، تقلعوا الخيطان شوفوا بهالطريقة هاي الكفة هكا. دوك واش كي تكملوا واش ديروا؟ تبغيو تحدوها تبغيو تخليوها هكا، هاي تجي الكفة نتاعها تجي مسرحة، هاي تجي قد ما تجيش الكفة ما تجيش هكا هاي شوفوا
هكا بهذه الطريقه تجي الكفه، تجي مسرحه الكفه نتاعنا، تجي مليحه. ديروا خدموا بهذه الطريقه الخدمه نتاعي نتاع الكفه. هذه هي الطريقه تاع الكفه، نخدمها هكا مام حتى في القنادر فاش هما الحاجه اللي نخدمها تاع الخياطه هكا، كي تكون فيها كفه نخدمها بهذه الطريقه. نخدم كفه وحده ونزيد الزوجه باش الكفه ما تخرجليش عوجه، تخرج قد قد. هاي بهذه الطريقه تخرج لكم الكفه مليحه. ها هي الجلابه تاعي، ها الكفه. هاي شوفوا الكفه هاك، هذه هي الكفه تاعنا تاع الجلابه. ها الطريقه خصصتها للمبتدئات، وان شاء الله تعجبكم هالطريقه وتجيكم سهله. ومع السلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.